الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالدين والهدى وكلمة التقوى وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، الصائمين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإسلام أوجب بين الناس التعاون والإحسان، وحرم الأذى والعدوان، وأقام العلائق بين الخلائق، ورغبهم في الحب والإخاء والتراحم والوفاء. لهذا فإن للجار على جاره حقوقا عظيمة أوصى الله بها في كتابه وعلى لسان نبيه، يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ما زال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت أنه سيؤرثه. ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. مشاهدين الأفاضل، موضوعنا لهذا اليوم حول حقوق الجار، كونوا معنا. كما يسرنا أن نرحب بضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ حسن عبد الله الشيخ. أهلا وسهلا بكم وبفضيلة الشيخ. مرحبا فضيلة الشيخ، وحبذا لو أعطيتمونا لمحة عما ورد في المقدمة. حياكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. لقد أرسل الإسلام قواعد للتعامل، التعامل مع الله عز وجل، نعم، والتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتعامل مع النفس، والتعامل مع الأهل والأولاد، والتعامل مع العشيرة والقبيلة، والتعامل مع الجار، والتعامل مع كافة الناس. نعم. هذا التعامل نجده محتوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ومن أهم تلك القواعد القاعدة الإيمانية، والقاعدة الأخلاقية، والقاعدة الإنسانية أو الاجتماعية. نعم. جمعها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما شاء الله. فالقاعدة الأخلاقية التي ننطلق من خلالها في حلقة هذا اليوم، والتي احتوتها المقدمة، هذه القاعدة ترتبط بجزء من أجزاء التعامل الإنساني، وهو التعامل مع الجار. نعم. الجار هو بجوارك، يأنس إليك وتأنس إليه، تثق فيه ويثق بك، تأمنه ويأمنك. ولهذا جعل الإسلام للجار حقوقا كثيرة، ولم تكن هذه الحقوق إلا أنها من باب الالتزام والتبعات والواجبات، وليست من باب نوافل الأعمال. نعم. لهذا الآية القرآنية التي تلوتموها في المقدمة نجد نص على ثلاثة أنواع من الجيران. نعم. الجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. فسر بعض العلماء هؤلاء الجيران الثلاثة بأن كل جار له حقوق. فجارك المسلم القريب في النسب له حقوق ثلاثة: حقوق الجار، نعم، وحقوق الإسلام، وحقوق القرابة. نعم. والجار غير القريب في النسب له حق الجار، نعم، وحق الإسلام. نعم. والجار الذي لا
ليس على غير دينك المسلم. ليس نعم. على دينك نعم. ولا يقرب لك في النسب، له حق الجيران الجوار. نعم. الإسلام حينما يتعامل مع نأتي فضيلة الشيخ، إذا كان لكم من بقية في الإجابة على هذا السؤال بعد أن نأخذ هذا الاتصال. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ الشيخ، أنا زوجي من يوم مات شهرين. نعم. وبعدين يقولوا لي ممنوع الخرجة، حتى لو تعبانة ممنوع حتى خرجة تعالج. طيب أنت موجلة؟ أيوة موجلة الآن، لذا الحين دخلت الشهر الثالث. وماذا تريدين من الخروج؟ تعبانة. يعني للعلاج؟ للعلاج، وأسرح عند دكتور أصلاً، ودكتور يعالجني دائماً، هل يمكن أني أسرح؟ وماذا تفعل المرض اللي هي مؤلي على زوجه؟ تشكر الله يرضى عليكم. طيب تابع الإجابة، تفضلوا فضيلة الشيخ. المرأة التي تعتد بسبب وفاة زوجها، نعم، أقول هناك نصوص شرعية وأحكام فقهية وهناك عادات. نعم. فالأصل في المسلم والمسلمة أن يلتزم بالأحكام الشرعية، والعادات التي ألفها الناس هذه ليست ملزمة بها المرأة، ولا يلزم بها أيضا الرجل. نعم. فالمرأة التي المعتدة إن احتاجت إلى الخروج فلها أن تخرج، قد تخرج للعلاج، قد تخرج لقضاء حاجة، قد تخرج أيضا بعض العلماء من أجل الوظيفة إذا كانت، وأحيانا لزيارة مريض، وأحيانا لزيارة الأهل والأقارب. أهم شيء في المرأة التي مات عنها زوجها ألا تبات إلا في بيت الزوج، وأن تعود في وقت وأن تعود إلى بيتها، تعود قبل يعني أن تبات في البيت. نعم. يعني أن تأوي إلى البيت ليلا. نعم. وألا تبقى في بيت آخر. ما يقال على أنها لا تخرج، لا تمشي على هذا الأمر، لا تعمل، لا تغتسل، لا تفعل كذا، هذه أمور من مألوفات الناس وعاداتهم، وبعض الاجتهادات الفقهية التي لا تستند إلى نصوص شرعية. إذن هي أقرب إلى البدعة منها. نعم. نعم. عندما يقال لا تخرجي لحاجتك، نقال يعني ليست حبيسة في المنزل هذه، وليس ولم يكلفها الشرع ما لا تطيق. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن للصحابيات اللائي استشهد أزواجهن أو أقاربهن في أحد بأن يخرجن فيلتقين ببعضهن ويعدن إلى المبيت ليلا، يعدن إلى بيوتهن. فالمؤانسة وقضاء الحاجات، وخاصة ما يتعلق بوظيفة الموظفة التي لها وظيفة ربما تفصل إذا بكثت فترة طويلة، لأن القانون نص على أن الفترة الزمنية للإجازة، إجازة الوفاة محدودة أظن بشهر أو أقل أو أكثر، لكنها لم تنص على أن 4 أشهر و10. نعم. فلهذا المرأة تزاول عملها وتقضي حاجتها ولا تسمع لما يقال، وإن اضطرها عملها مثلا إلى التأخر في الليل إلى ما بعد الثامنة مثلا. لا، مشينا لا تبات إلا في البيت. لا تبات إلا في البيت. نعم. فالضرورة لها أحكامها، وأيضا هنا لها كما يقال من الأحكام التي كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست حديثة حتى نجتهد فيها. نعم. نجتهد في الأمور الحديثة. فلا بد أن تعلم المسلمة أحكام هذه الحالة من خلال سؤال أهل العلم إن كانت لا تعلم، من خلال القراءة، من خلال السمع. نعم. حتى تعرف هذه الأحكام بنصوصها الشرعية، لا بما ألفه واعتاده الناس وأصبحوا يثقلون كواهل النساء بما ليس عليه نص لا من الكتاب ولا من السنة. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. ومعنا اتصال. مرحبا. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معي سؤال للشيخ حسن. اتفضل ارفع صوتك قليلا وسأل. السؤال الأول، نريد أن نستوضح من الشيخ شروط النصاب. شروط النصاب، يعني نصاب زكاة العروض التجارية، يعني البقالة. نصاب الزكاة. نعم. نعم. يعني نشعر في رمضان عندما يجوا مندوبين الزكاة إلى البقالات، يجدوا يبز من هذا 5000 ريال ومن هذا 6000 ريال، مع أننا نعلم هذه يعني نصاب. والزكاة هي نصاب لابد أن يؤدى كاملا. نعم، يعني 5000 هذه ما هيش معيار النصاب.
طيب السؤال الثاني انه يجوا العساكر ان لم يدفع 5000 ليش يصير يبزول القسم ويحبسه؟ طيب السؤال الثاني نريد ان نعرف من الشيخ حسن يعني ما هي مبررات بعض العلماء عندما يسالوا مثلا اقول يقول السائل حرام ثلاث طلاق فيسال المفتي هل تقصد يمين ام تقصد طلاق؟ يعني ما هو مبرر العالم حتى انه يسالوه ما هو تقصد مع ان اللفظ صريح؟ نعم واللفظ الصريح لا يحتاج الى نيه كما نسمع من العلماء، فما هو مبرر بعض العلماء الا انه يسالوه هل هو طلاق ام تقصد يمين؟ يعني قد ربما يدرج للسائل حيله انه يلتوي على 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 اللفظ. نعم طيب ارجو ان يكون سؤالي واضح للشيخ حسن. لا لا ان شاء الله واضح تابع الاجابه تفضلوا. بالنسبه للسؤال الاول انطباء الزكاه معلومه ومعروفه من خلال سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن جاء بالأمر الإجمالي وفصل في مصارف الزكاة، فصل إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. نعم في سورة التوبة. نعم أما الأنصباء فقد بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، فبيّن أن الزكاة لا تجب بالنسبة للنقدين إلا في 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة. حدد العلماء في العصر الحديث وزن 20 المثقال 85 جراما من الذهب، 85 جرام من الذهب. هذا هذا النصاب يدخل فيه كل الأمور النقدية سواء كانت بالعملة اليمنية أو بالعملة السعودية أو الأمريكية أو أي عملة من العمل. نعم. فمن كان عنده عملة ويريد أن يعرف ما هو النصاب يذهب إلى السائق أو بايع الذهب ويسأله كم قيمة 85 جرام من الذهب. نعم. فإن كان عنده هذا المبلغ وهو ما يساوي قيمة الجرامات المذكورة فهنا يكون فيها الزكاة ربع العشر. ربع العشر بمعنى 2500 في المئة الألف، 2500 في المئة الألف. أما إذا كان عنده أقل من هذا يعني 800-700 ألف، لأنه الآن 85 جرام الجرام الآن بمبلغ كبير. نعم. كان في السابق كانت القيمة محدودة وكانت الفتوى مبنية على القيمة، فرسخ في أذهان بعض الناس أن هذه القيمة ثابتة، هي ليست ثابتة، تتغير بتغير الأسعار العالمية والمحلية. هذا بالنسبة للنقدين. من عنده مال مدخر فليقس هذا أو لينظر إلى سعر 85 جرام، ثم بعد ذلك يعرف ما عنده من المال ويخرج الخمسة ربع العشر في حدود قيمة 85 جرام. نعم نعم. أو ما يزيد عليها ما هذا يعني 85 فما فوق يعني. نعم. أما ما كل لا يجوز أن يفرض على الناس ما لا يجب عليهم. نعم. لا يجوز. هذا بالنسبة للذهب والفضة. نعم. بالنسبة لعروض التجارة التي تعرض لها في السؤال، عروض تقوم تقويم في نعم. آخر العام تجرد المخازن، الدكاكين، المستودعات تجرد، ثم بعد ذلك تحدد القيمة وتضاف إلى المال السائل السيولة النقدية. نعم. ويخرج الزكاة من الكل. هذه الطريقة التي حددها العلماء في كيفية إخراج الزكاة من عروض التجارة، وإن كان هناك خلاف في عروض التجارة ليس يعني ليس فيها إجماع، لكن الأولى والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة من النقود المدخرة ومن عروض التجارة. هناك الحول، لابد من أن يجتمع في المال المزكى أن يجتمع شرطان، ما حال النصاب الحول وحولان. نعم. الحول. نعم. النصاب وحولان الحول فيما يتعلق بالنقدين وعروض التجارة. نعم. وكذلك في الحيوانات الإبل، البقر، الغنم، المعز. نعم. بحسب الترتيب الموجود للزكاة، كم في الإبل وكم في الذي لم يسأل عنها الأخ وهي تطول يعني. نعم. بالنسبة لما تخرجه الأرض، حدد الرسول عليه الصلاة والسلام أن في كل 5 أوسق. نعم. صدقة كل 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، بمعنى أن 5 الأوسق 300 صاع، قدر بالبكيال الصنعاني أو بالقدح الصنعاني
فيما يقرب من 16 أو 17 قدح هكذا. نعم. هذا الذي يجب فيه الزكاة. نعم. من حصل على أقل من هذا لا تجب فيه الزكاة. ثم لا يشترط أن يحول الحول على يعني ما تخرجه على مكان ما تخرجه الأرض. نعم. لا يختلط الأمر. هذا إذا يعني الله تعالى يقول آتوا حقه يوم حصاده. نعم. منهم من فسر الآية بأنه يوم الحصاد أنه يسلم وأنه ليست الزكاة المراد به الطوعية. من جعلها الآية في الفرض قال أنه تسلم في يوم الحصاد، أي بعد أن يجهز يداس و يعني يستوفى إلى المجارين أو إلى البيوت. نعم. يعني ومنهم من جعل هذا قالوا هذا المراد به الزكاة الطوعية وليست الواجبة. فعلى كل هنا الزكاة ليست مرتبطة بهوى جندي ولا بهوى موظف. نعم. ولا بهوى المخرج لها. هناك نصوص شرعية حددت الأنصباء، فالواجب على الجميع أن يلتزموا بها. نعم. وقلت أكثر من مرة أن المحصل للزكاة يجب أن يكون فقيها في مجال الزكاة. نعم. فاهما عارفا، فما كان في صنع القديمة لا يبيع ولا يشتري إلا الشخص الذي فقه الأمور البيع والشراء. نعم. حتى يعرف ما يحل وما يحرم، الغش، الخداع، الربا، المبالغة في أخذ الأرباح. فالأرباح العساكر أو الموظفين لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة إلا ما حدده ولي الأمر لهم في عقود الوظيفة. نعم. فهو موظف وهو من العاملين عليها الذي يعطى على عمله هذا مرتب شهري. نعم. كان في السابق يعطى عمال، يعطى عمال. نعم. نسبة. الآن أصبح موظفا ويتقاضى راتب وربما يتقاضى مكافأة وتنقلات وربما عمل إضافي. هناك. طيب. نعم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. قبل أن تجيبوا على سؤاله الثاني معنا اتصال. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشهر مبارك على الجميع إن شاء الله. مرحبا أخي. أخي معنا سؤال. نعم. السؤال الأول. نعم. رجل كان عليه صوم من رمضان السابق ودخل رمضان دخل رمضان هذا ولم يصوم الأيام التي في رمضان السابق، فما يجب عليه؟ طيب هذا سؤال. والسؤال الثاني، رجل حلف يمين أنه لم يفعل هذا الشيء وفعله فيما بعد، ماذا يجب عليه؟ نعم. طيب حلف أنه فعل ولم يفعل إلا أنه سيفعل، فرق بين حلف يمين أنه لم يفعل هذا الشيء وقد فعله يعني فيما بعد. ثم فعله فيما بعد. أيه، ماذا يجب عليه؟ فرق بين أن يقول أني لا أفعل الشيء وإن كان وبعد ذلك فعله. نعم. نعم. أيوة. فماذا طيب. يجب عليه؟ أفيد مجزاك الله. طيب شكرا جزيلا أخي، تابع الإجابة، بقي معكم سؤال. نعم. السؤال الثاني للأخ السابق. نعم. الحرام والطلاق. أريد أن أقول للأخ وكل السامعين والمشاهدين بأن الطلاق له ألفاظ شرعية معروفة. نعم. له ألفاظ صريحة تعتبر الطلاق الصريح. وفي ألفاظ الكناية، في ألفاظ الكناية. عد العلماء كلمة الحرام وطلاق من ألفاظ الكناية وليس من ألفاظ صريحة. نعم. لأنه نزل هذه الكلمة منزلة اليمين، نزل هذه الكلمة منزلة اليمين. اليمين. نعم. ولهذا لا يقوله الناس، لا ينطقون بهذه الكلمة إلا عندما يلزمون شخصا بشيء إما بالفعل أو الترك. حرام طلاق افعل كذا إلا وفعلت كذا، أو حرام طلاق لا تفعل كذا، حرام طلاق إني سأفعل كذا، أو حرام طلاق إني لا أفعل كذا، يقولون هذا. نعم. فهو من يعني نزل منزلة اليمين لأنهم لأن صاحبه يريد تأكيد فعله إما أو تركه أو تأكيد فعل الآخرين أو تركهم. نعم. فقالوا هذا يمين. من نطق بالصراحة في الطلاق. نعم، ليس نطق بالصراحة. فلهذا قالوا إذا نوى به الطلاق فهو طلاق، كما قالوا في قول إلحقي بأهلك، هل قالوا هذا من كناية الطلاق. نعم. وليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، لأنه قد يكون إلحقي بأهلك أي اذهبي لزيارتهم. نعم. نعم. وقد يكون يعني طلاقا كعب بن مالك. نعم. هذا حتى ندخل في الأمر بنوع من الاستناد إلى النص، عندما شدد عليه وهو الذي تخلف عن غزوة وقالوا أن يعتزلوا، وجه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعتزل الثلاثة الذين خلفوا نساءهم، فقال إني شاب لا أقوى على أن تبقى دون أن أقع عليها، فإلحقي بأهلك. هذا لم يسميه العلماء طلاقا. نعم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالت لهم
إحدى النساء لا يتزوجهن أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. فكانت هذه الكلمة كلمة طلاق. نعم. فالطلاق هنا الكناية لا بد أن يصحبها النية. فإذا أراد في قوله حرام طلاق اليمين فكفارة كفارة يمين. بل بعض العلماء حتى يتأكد الأخ يقول هذا لا يسمى لا طلاق ولا يمين. هذه الكلمة لا تسمى لا طلاق لأنه تعدى ألفاظ الطلاق المشروعة والمعلومة، فلم يعتبر لا يمين ولا طلاق. الذين اعتبروه يمين قالوا الله تعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، بعدها قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني قال علي الشيء الفلاني حرام علي، فالله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقالوا هنا يعني الله عز وجل جعل الحرام يمينا، جعل الحرام يمينا وفرض الله كفارة اليمين. طيب فهنا ليس فيه إشكال أو يقول أنه تضارب العلماء أو أنه طلاق صريح، لا، لأن الأمور هذه تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى دراية. ولهذا أنبه هذا التنبيه مهم. نعم. المفتي أو العالم لا ينبغي أن يسمع السؤال عن الطلاق بالواسطة، بل لابد أن يسأل أو أن يسمع السؤال عن الطلاق من الشخص نفسه. نعم. لأنه لابد أن يستفهم منه، يقول له ماذا تريد؟ نعم. هل هي الطلقة الأولى أو الثانية؟ الثانية إذا كانت الثانية كيف كانت الأولى؟ إذا كانت الثالثة كيف كانت الثانية؟ حتى يعلم، لأن بعض أحيانا بعض الأشخاص يقول امرأتي طالق لو فعلت كذا وما فعلش، فيقول أنا قد طلقت امرأتي وقلت كذا، يقول هذا لا يعتبر طلاق. نعم. لأنه الطلاق معلق. نعم. الطلاق معلق يعني ولم ينفذ. فأحكام الطلاق وكذلك أحكام الإرث لا ينبغي أن يسمعها الإنسان من الواسطة، بل ينبغي من العالم أن من يسمع الشخص نفسه. من الشخص نفسه ليسأله عن ماذا تريد من هذه الكلمة، وهل سبق لك الطلاق، ما هي نيتك فيها، ما هي النية، وهكذا. نعم. حتى لا يحلل الحرام أو يحرم الحلال. الله طيب. تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا بد من التثبت. نعم. ولا بد من التحقق. وأقولها بصريح العبارة، كم من امرأة حرمت على زوجها وهي حلال له، وكم من امرأة أحلت لزوجها وهي حرام عليه، لأن العالم لم يستفسر من السائل فيقع في الإثم، أو أنه أخذ السؤال من الواسطة. نعم. طيب شكرا جزيلا لكم. معنا السائل الثاني. نعم. السؤال الثاني، إذا دخل رمضان وعليه صيام من رمضان السابق. نعم. هناك رأيان العلماء، منهم من يقول عليه كفارة التأخير، وهذا مستند إلى رواية عن عبد الله بن عباس، ومنهم من يقول لا كفارة عليه، وهذا هو الراجح. نعم. ألا أن من بقي عليه أيام من رمضان سابق ودخل عليه رمضان لاحق، فله فواجب أن يصوم القضاء بعد نهاية شهر رمضان وليس عليه شيء، وهذا ما رجحه جمهور العلماء. طيب سؤاله الثاني. نعم. حلف، إذا حلف على شيء ولا يعني أنه سيفعل هذا الشيء ولم يفعله، فهذا إن كان هذا الشيء الذي تركه فيه خير، أو العكس لأنه حلف أنه لم يفعل هذا الشيء وفعله، أوصل عند هذا. نعم. إذا حلف على أنه سيفعل الشيء الفلاني ولم يفعله، أو حلف على أنه لا يفعل الشيء الفلاني وفعله. نعم. هنا إن كان الشيء المتروك خير فالأصل أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، كما نعم. قال عليه الصلاة والسلام اللهم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم. لكن إذا كان شر، إذا كان الشر يقول والله لا يمكن أن أقاطع أختي، فلا نقول أنه لأنه خير، هذا لا يجوز، لابد من الوفاء باليمين. نعم. لكن لا يقول واحد كفر واترك، لأن هذا شر، يقول نعم. والله لا يعني لا أعود إلى الدخان مثلا، وهو من الأمور المضرة. نعم. هاي نقول له لا يقال له كفر وأتي الذي هو خير، لأنه لا خير فيه. نعم. الأصل أن يبر وأن يفي بيمينه. بيمينه. نعم. أما إذا يعني حلف على شيء فوفعله فهذه تسمى يمين الغموس.
إذا قال والله ما فعلت الشيء الفلاني وقد فعله، وقد فعله، لأن الأيمان ثلاثة. نعم. الأيمان ثلاثة: اليمين المكفرة وهي التي فيها كفارة أن يحلف على، وشرحناها. نعم. أن يحلف على فعل شيء أو على تركه ويرى أن الفعل خير من الترك أو الترك خير من الفعل. نعم. فهنا يكفر عن يمينه. اليمين الغموس أن يحلف على أنه ما فعل شيء الفلاني وقد فعله. نعم. فهذا هنا ليس فيه إلا الاستغفار، ليس فيه كفارة. نعم. ليس فيه إلا الاستغفار، وهنا لابد من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله وكثرة الطاعات حتى يكفر عن ذنبه، وليس. نعم. هناك كفارة مادية. لغو اليمين هو ما يتداوله الناس في أسواقهم وفي بيوتهم، لا والله وبلا والله، يعني كلمات لا يقصد بها اليمين وإنما هي من الشيء الذي يسري على اللسان. نعم. هذا ليس. نعم. فيه شيء. طيب، إذا هذه ثلاثة أشياء. طيب. الأقسام اليمين. أحسنتم فضيلة الشيخ. تعرفون أن كاميرا البرنامج تنزل إلى الشارع لاستقصاء بعض الأسئلة التي تهم بعض المواطنين في أمورهم الدينية والحياتية. نزلت عدسة الكاميرا فأخذت لنا هذا الريبورتاج الذي نتابعه. لا يجوز استخدام عود الأراك في رمضان، في رمضان، لأن بعض الناس يستخدمه ويخرج من فمه دم، هل يفطر أو لا يفطر؟ فضيلة الشيخ، هل يجوز استخدام المكياج والمرأة في الصلاة؟ يجوز أو لا يجوز؟ يا فضيلة الشيخ، صليت صلاة العصر في جماعة، ففي آخر ركعة أحسست بشيء يخرج مني، فهل صلاتي صحيحة؟ فما رأي العلماء في ذلك؟ شكرا جزيلا للإخوة الذين طرحوا هذه الأسئلة، ونأمل أن يكونوا معنا يتابعوننا لنخرج معهم إن شاء الله بالإجابة الشافية. أعود فأقرأ هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ. يقول السؤال الأول: هل يجوز استخدام عود الأراك في رمضان، لأن بعض الناس يستخدمها ويخرج من فمه دم، هل يفطر أو لا يفطر؟ السواك كما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطهرة للفم، مرضاة للرب. نعم. والسواك من السنن التي أكد عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. بل يعني لحق بالرفيق الأعلى وهو يشوص فاه بالسواك، كما ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. فاستخدام السواك في رمضان وفي غيره من السنن التي رقب فيها، ونظافة الفم وطهارة الفم، ويعني من الأمور التي تطلب من المسلم حتى يكون فمه نظيفا بعيدا عن روائح الأطعمة التي قد تلصق بأسنانه وباللثة وبجميع فمه. فالسواك يطهر ويطيب الفم، ويجوز في رمضان وفي غيره، إلا أن المسلم لا يبالغ في السواك بالأراك حتى يخرج منه شيء، ثم قد يذهب أو ينزل مع لعابه. بعض العلماء حتى يكون الجواب من باب الأسلوب الحكيم استحب عدم السواك بعد العصر، قالوا لأن يعني تغير ريح الفم من الأمور المطلوبة والمرغوبة. فيعني فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ورد القدسي. نعم. في الحديث القدسي. نعم. يعني أن يعني تغير فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. تغير فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا هذا تغير طبيعي وليس التغير الذي يترك الإنسان فمه بدون أن يستاك، لأن هناك أبخرة تتصاعد من المعدة بسبب خلوها من الطعام. نعم. فيؤثر على الفم، فهذا شيء محبوب لأنه مبني على طاعة، وهو أنه ترك الطعام استجابة لأمر الله عز وجل واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض العلماء استحب أن بعد العصر لا يستك الشافعية لحتى يكون فمه أو حتى ينال الأجر الذي ذكره يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي.
نعم. طيب السائلة الثانية تقول هل يجوز استخدام المكياج والمرآة في الصلاة؟ كيف في الصلاة؟ لا. هل تريد يعني أنها هي تصلي أم أنها تستخدم قبل الصلاة؟ ربما أرادت قبل الصلاة يعني الزينة، أما وقت الصلاة فقد أفسدت صلاتها. نعم، الزينة مطلوبة ومرغوبة للمرأة في بيت زوجها، نعم، فلها أن تتجمل بما هو مشروع حتى تكون على أحسن هيئة أمام زوجها، وهذا شيء مطلوب من النساء، كما أنه طلب من الرجل أن يتزين لزوجته كما تتزين له، إلا أن تزين المرأة أحيانا يكون مبالغ فيه أكثر من اللازم. أما أنها تفعل ذلك وقت الصلاة فهذا غير وارد. وكذلك المرأة لا ينبغي لا للرجل ولا للمرأة أن يصلي وهو ينبغي، لأنه ينشغل بصورته في المرأة فيكون بعيدا عنها حتى لا تشوش عليه في صلاته، لأن الأصل في الصلاة الخشوع والخضوع وتدبر الآيات والتذكر بأنه بين يدي الله عز وجل. لا إله إلا الله. طيب السؤال الثالث في هذا الريبورتاج يقول السائل صليت صلاة العصر في جماعة وفي آخر ركعة أحسست بشيء يخرج مني، فهل صلاتي صحيحة؟ مبنى الطهارة ومبنى الصلاة على اليقين. نعم. فمن تيقن أنه تطهر وأتى المسجد واستقام في الصلاة فلا يدع الوساوس والشكوك تتسرب إليه، وهذا مبني على وهي قاعدة وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عندما سأله رجل إني أجد في صلاتي شيئا، أجد شيئا يعني ريح أو صوت أو خروج شيء، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا تنصرف. فالوساوس أحيانا من الشيطان تلبس على الإنسان في صلاته وتجعله في حالة اضطراب وفي حالة شك، ولهذا من أصيب بالشك والأوهام ربما تعدى ذلك إلى أمراض نفسية. وقد شاهدنا بعض الناس حينما يتوضأ يعيد ويكرر ويذهب ويعود، يقول أن ربما وصلت إلي نجاسة، ربما حصل شيء، ويسرف يسرف في الماء إسراف مبالغ فيه. وكل هذا من الشك. بل رأيت شخصا يعني ذهب للوضوء عند أذان الصلاة وبدأ يدخل ويخرج في الحمام حتى أقيمت الصلاة وصل الإمام وهو على هذه الحالة، فأصيب هذا الرجل بمرض نفسي. أصيب بمرض نفسي. فالقاعدة الشرعية التي وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. استنبط العلماء من هذا الحديث القاعدة، وهي الأمور تبنى على اليقين. نعم. تبنى على اليقين. نعم. فمن تيقن أنه دخل إلى الحمام وشك في الوضوء فليعلم أنه محدث. نعم. دخل وقضى حاجته ثم شك هل توضأ أم لا، نقول تبني على اليقين وتذهب الوضوء. من تيقن أنه توضأ ثم شك هل انتقض وضوئي أو لا، نقول تبني على الوضوء على اليقين وأنك على وضوء. هذه هي القاعدة التي تفيد وتنفع. وكم من شخص وكم من امرأة يسألاني عن هذه عن هذا الأمر. نعم. ونجد على أن هذا من وساوس الشيطان ومن التلبيسات التي تخرج الإنسان من حدود الطاعة إلى حدود الشك والتلبيس، وبالتالي يبقى في حالة اضطراب. نعم. يبقى الرجل أو المرأة في حالة اضطراب. طيب. نعم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. ومعنا اتصال. ألو مرحبا. ألو. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو. ألو. ألو مرحبا. يمكن أن توطي سماعة التلفزيون وتسمعنا عبر الهاتف. ألو. أيوة مرحبا. ألو. 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 أيوة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي سألي الشيء. يطلب نعم. يطلب من عيالها الإيجار ويطلب منهم حق الفهلي تعطيه أم تسويه معه؟
لم أتبين السؤال، يمكنك أن تعيديه بتأني. ويقرأ التلفزيون وأقفلي سماعة التلفزيون. نعم أتمنى. تفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الوالد. نعم. يطلب من عيالها الإيجار ويطلب منهم ما حد يدفع. وما حد بيدفع. لا أدري. صحيح أنت مسويش. طيب بيأخذ من أولاده الإيجار. أنا ما يخرجهم. عموما يمكنك أن تعودي الاتصال بنا مرة أخرى إذا كنت تتصلين من تليفون موبايل، فعليك أن تتصلي من تليفون الأرضي فهو سيكون أكثر وضوحا. هل فهمتم من سؤالها شيء؟ ما فهمت شيئا، لأن مبنى الإجابة على فهم السؤال دون شك. نعم. طيب شكرا لك، ويمكنك أن تعودي الاتصال بنا من تليفون أكثر وضوح. طيب نعود لموضوعنا فضيلة الشيخ. الجيران. نعم. ما حكم هجرة أو مقاطعة الجيران لغرض اجتناب المعاصي من الاجتماع بهم مثل الغيبة والنميمة والقيل والقال وما تبع ذلك، وهل يجب مقاطعتهم أو عدم الاجتماع بهم؟ أنا أريد أن أؤكد. نعم. على أن القرآن الكريم حينما نص على الجيران الثلاثة. طيب عفوا. نعم. فضيلة الشيخ يمكن أن نجيب على هذا السؤال. طيب. بعد أن نأخذ هذا الاتصال. مرحبا. السلام عليكم. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. كل سلام. وأنتم بخير إن شاء الله. طيب الله أطراك إن شاء الله يا شيخ. جميعا أبا. إن شاء الله. أبا أحط سؤالي على سؤال الشيخ. نعم. حرمة طالب الطلاق من زوجها وعنده ثلاثة أطفال منها وتبغى الطلاق بدون أسباب وبدون أي مبرر، ما حكم هذا الشيخ؟ طيب تفضل فضيلة الشيخ. أقول بأن طلب الزوجة الطلاق دون ما سبب هذا لا يجوز. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء أن يطلبن الطلاق دون ما سبب ودون ما حجة ودون ما أذى أو ضر لحق بهن من أزواجهن. نعم. لأن مبنى الزواج أو مبنى الأسرة على الحب، المودة، التآلف، التعارف، التناصح. حينما يحصل شكاك بين الله عز وجل إذا لم يصطلحا فيما بينهما أن يكون هناك حكم من أهله وحكم من أهلها، وهذا أن الحكمان يفهمان أو يسمعان من الطرفين من أجل أن يقرب بين الزوجين ويزيل أسباب الخلاف. فلا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق من زوجها إلا إذا كانت متضررة. إذا كانت متضررة، وكثير من أو بعض الأزواج أيضا يلحقون الضر بزوجاتهم، ومما يجعل المرأة تضطر إلى أن تطلب الطلاق. أما أنها تطلب الطلاق دون ما علة ودون ما سبب ودون ما حاجة فهذا لا يجوز شرعا. طيب. وليس من حقها ولا من حق ولا يجب على الزوج أن يستجيب لطلبها. طيب. إلا في مجال الخلع إذا أرادت المخالعة وأصبحت لا تريده وكان الطلب منها فهذا لها حق الخلع، وهذا يأتي في المحكمة وهذا يأتي بالاتفاق. لا إذا يمكن أن يكون بالاتفاق وأن ترد عليه ماله وما دفعه، ويكون هذا خلع ويكون فسخ، يكون فسخا لا طلاقا. نعم. يكون تعتد بحيطة واحدة إذا طيب. وجدت أنها كما ورد في الحديث أني يعني امرأة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن فلانا لا عيب عليه في دين ولا في خلق، ولكن لا أريد الكفر بعد الإيمان، فقال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، فقال فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلقها، فحسبت له طلقة واحدة وتعتد بحيضة واحدة، وسمي عند بعض العلماء بأنه فسخ. نعم. وعند بعض العلماء بأنه طلاق على خلاف بينهم. طيب معنا اتصال فضيلة الشيخ. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. مرحبا. يا مبارك على الجميع إن شاء الله. نبغى نسأل الشيخ. طيب تفضل اسأل الشيخ.
هل يجوز صلاة التراويح فردا واحدا؟ هل ماذا؟ هل يجوز صلاة التراويح يعني فرد واحد خلف شخص؟ يعني فرد واحد، شخص واحد لوحده يعني صلاة التراويح، هل تصح؟ بمعنى أنها هل تصح خلف شخص واحد؟ طيب، لك سؤال ثاني؟ لا السلام عليكم. ما هو سؤالك الثاني؟ ما في سؤال ثاني السلام. طيب، شكرا جزيلا لك، يمكنك أن تتابع الإجابة، تفضل. فقط أنبه على الحديث الذي ذكرناه في الطلاق. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لا تريح رائحة الجنة. هذا الحديث صحيح. بالنسبة لصلاة التراويح، هذه سنة من السنن، للإنسان أن يصليها بمفرده وللإنسان أن يصليها مع الجماعة. وأقول هنا بأن هذه السنة من اقتنع بها وعملها سواء كان مع جماعة أو فرادة فله ذلك، ومن لم يقتنع بها لا يجبر عليها. بدل الخلاف والأخذ والرد، أهي سنة أم غير سنة، فيبقى الإنسان يعمل بما اقتنع به. نعم، وبما يستطيع. وبما يستطيع. نعم، ويسأل أهل العلم عندما يشكل عليه، بدل أن يتبادل الحديث الناس فيما بينهم دون ما علم ودون ما حجة، وهذا يبدع هذا وهذا يفسك هذا، فيبقى الأمر مرتبط بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه مقنع للجميع. طيب سيدي، قبل أن نعود إلى سؤالنا السابق، وصلني هذا الفاكس يقول: ما رأي العلماء في امرأة سجنت ولد زوجها لمدة 10 ساعات علما بأن الولد مريض ويحتاج إلى دواء كل 5 ساعات، الأمر الذي أدى به إلى وفاته؟ أفتونا جزاكم الله لا خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا ويقول: دخلت امرأة النار في هرة، نعم، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض، نعم، قطة، نعم. فما بالك بنفس معصومة، طفل أو طفلة، رجل أو امرأة؟ هذا الجرم أكبر وأعظم. فهنا وقعت هذه المرأة في جرم كبير، يجب عليها أن تعتق رقبة غير موجودة، أو تصوم 2 شهرين متتابعين، وأيضا تؤدي الدية كاملة. هذا إذا لم يقام عليها دعوة. نعم، إذا لم تقام عليها دعوة ويقام عليها الحد. نعم. فإذا كان أهل هذا الطفل يعني قد عفوا عنها فلا تعفى، إذا عفوا عنها عن الدية لا تعفى من صيام 2 شهرين متتابعين، وإن عفوا عنها القصاص لا تعفى أيضا من الدية. فالمسألة مرتبطة بحق الله عز وجل، وهي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا جرم كبير. وهذا دائما نكرر هذه الآية ليعلم أولئك الذين يستبيحون الدماء والذين يتجرؤون بمثل هذه الأفعال بأن الأمر عظيم وكبير، وهو جناية، لأن اختلاس الروح من الجسد لا يجوز أن لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. فعندما يعتدي مخلوق على مخلوق فإن الجزاء كما رتب القرآن الكريم له جزاء في الدنيا، أو عليه جزاء في الدنيا وعليه جزاء في الآخرة. فإذا برئ في الدنيا فيبقى عفو الله عز وجل ومغفرته، ويستغفر الله ويتوب إليه، فإن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. حول ولا قوة إلا بالله. ومعنا اتصال فضيلة الشيخ. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. ما بلنشني جسال الشيخ. تفضل اسأل. يا شيخ، بس حلفت على زوجتي هكذا، أنه قلت لها علي بحرام، علي بحرام طلاق، أنت لا تسيري بيت فلان، و فأريد أنا عين فيها خليها تسير على بيت الجيران، بس ما أدركوا عليه كفارة أو قد أنت حرام. أنت الذي حلفت عليها بالحرام والطلاق؟ قلت لها علي بحرام طلاق، أنا علي بحرام إنه طلاق، أنت ما عاد تسير بيت فلان. طيب، هنا تسأل الأسئلة التالية. أيوة. أولا، هل أردت بالحرام والطلاق الطلاق أم اليمين؟ هذا يعني السؤال الأول. يعني السؤال الثاني،
هل هذا اليمين أو هذا الطلاق محدد بفترة زمنية محددة أم أنها على الإطلاق أنها لا مفتوح. تذهب؟ هل هي مرتبطة بيوم أو بأسبوع أو بشهر أو بفترة معينة أو بشكل مفتوح، أم أنه طلاق أبدي أو حرام أبدي؟ فأنت لابد أن تبين أنك ناوي الطلاق أم نويت الطلاق أم نويت اليمين. طيب قل لنا إجاباتك على هذين السؤالين. يسمع السامعون أنه نعم. كثير ما يتكرر هذا السؤال. طيب ما هو الإجابة على السؤال الأول؟ ماذا نويت؟ ماذا نويت؟ الطلاق يبدو لي انقطع الخطر. فعلا نقول نعم. له إذا قال العبد أو الرجل حرام طلاق ما تذهبي إلى بيت فلان وأراد اليمين ثم عنّ له بأنها تذهب حتى لا يقاطع، قد يكون هذا البيت يعني بيت جيران أو بيت أسرة من أسرته فيكون قد قطع أو قطع صلة رحمه، فنقول إذا أراد اليمين فيكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير كما بينا في السؤال السابق. نعم. وإن أراد الطلاق فإن أراد الطلاق وكان هذا الطلاق محدد بزمن أو بوقت بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين فيبقى لا تدخل هذا البيت حتى تنتهي الفترة الدنيا التي حددها. نعم. فإن انتهت الفترة يبقى يعني يسمى هذا الطلاق المعلق. نعم. والله حرام الطلاق ما تدخل بيت هذا البيت أو بيت فلان مدة شهر أو أسبوع أو يوم أو في ذلك الساعة تلك الساعة. هنا يسمى طلاق المعلق. إذا دخلت المرأة قبل أن تنتهي الفترة وقع الطلاق، نسأله إن كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني فله فعليه أن يراجعها. نعم. وكذلك إذا كان الثاني عليه أن يراجعها. أما إذا كانت الثالثة فقد حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره كما بين القرآن الكريم. طيب. وهذا الأمر أنا أوصي السامعين والمشاهدين بأن يتجنبوا مثل هذه الألفاظ وأن يتركوا هذه الألفاظ وليعمدوا إلى اليمين الواضح، والله لا تذهبي. نعم. دون الإشارة إلى الحرام والطلاق. وهذا اليمين عبادة لأنه عظم الله عز وجل، لأن اليمين هو تعظيم لله عز وجل. نعم. فإن وجد فإن كان ما حلف عليه يعني لا يكون في قطيعة رحم وليس فيه ضر فليفي به، وإن كان في قطيعة رحم أو في ضر عليه أو على من حلف عليه فهنا يكفر عن يمينه واليمين الذي هو خير كما نعم. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلم عليه وعلى آله. ومعنا اتصال. مرحبا. ألو. ألو. أيوه. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أستاذي الذي يسد صحابي. أي معك. الذي يسد صحابي ولا شيء. لم أتبين. أعد السؤال مرة أخرى لو تكرمت. بعض الناس عندنا يسب الصحابة مثل أبو بكر رضي الله عنه. نعم. نعم. أنا أقول بأن السب من بإطلاق لا يجوز. إذ المسلم ليس بلعان ولا بطعان ولا بفاحش ولا بذيء. نعم. هذا من حيث الجملة سواء كان صحابيا أو غير صحابي. المسلم ليس بفاحش، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدد طبيعة المسلم في تعامله مع أخيه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا كان السب في حق الصحابة فهو أعظم وأكبر، لأن نعم. الله تعالى قد ترضى عنهم، قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبين أنهم كانوا من السابقين الأولين الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده. فيأتي من يأتي ويسب، والله تعالى بيّن في سورة الحشر كيف نتعامل مع الأنصار وكيف نتعامل مع المهاجرين وكيف نتعامل نحن. نعم. كيف كان حال المهاجرين. نعم. وكيف كان حال الأنصار وكيف حالنا نحن.
فالله تعالى يقول للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار من بعدهم والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول في حقنا إن التزمنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب أكمل هذه الآية لأنه زين العابدين علي بن الحسين سئل عن الصحابة فقال لهم للسائل هل أنتم من أهل الآية الأولى؟ قالوا لا. هل أنتم من أهل الآية الثانية؟ قالوا لا. قال وأنا أشهد أنكم لستم من أهل الآية الثالثة. آمنا بالله. أنا أشهد أنكم لستم من أهل الآيات. فجنب الإنسان نفسه ما يلفظ من قول إلا لديه, إلا لديه رقيب عتيد. يبتعد عن هذه. طيب نعم فضيلة الشيخ بكي معنا من الوقت حوالي دقيقة ونصف ومعنا اتصال نحاول أن نقتضب الإجابة عنه ونأخذ السؤال منه. مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت بخير إن شاء الله وشهر مبارك علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام والمسلمين. آمين. أقول يا شيخ أنا معي سؤال مغترب بالسعودية ولي فترة طويلة والحرمة تطلب مني دائما الطلاق. كل ما يعني خلاف يكون بيننا تقوم تطلب الطلاق. ما رأيك في الأمرأة الزوجة وهي غالية على قلوبنا؟ هو لا بد أن يكون هناك علة وأسباب. نعم. جارية في الأسرة لا بد أن تعالج الأسباب والدواعي والدوافع لطلب الطلاق. فربما كانت المرأة متضررة وربما كان الرجل لا يحسن التعامل معها وربما كانت المرأة متضررة من أهل زوجته من أهل زوجها من أهل زوجها. نعم. من أبيه وأمه أو من إخوانه. فلا تطلب المرأة الطلاق إلا لسبب. انظر إلى السبب أو الأسباب الداعية إلى طلب المرأة الطلاق وحاول قدر الإمكان أن تعالجها حتى يعود الوئام كما كان عندما حصل العرس وتلاقت القلوب وتشابكت الأيدي وتلاصقت الأجساد وعندها إن شاء الله تعود الأمور إلى مجاريها إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. يبدو لي أن الوقت قد أدركنا بالفعل. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ حسن عبد الله الشيخ على هذه الإجابات الشافية والدقيقة. والشكر موصول لكل الإخوة المشاهدين الذين ساهموا معنا وشاركونا هذه الحلقة على أمل إن شاء الله أن يكون لقاؤنا في الغد. لكم التحية منا جميعا وهي لكم من زميلي عبد الكريم المطري مترجم لغة الإشارة إلى شريحة الصم والبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.